أهلا بكم في فيديو ترند. نبحث عن أكثر الفيديوهات تناولا وانتشارا لدى اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي. منفذ الوديعة، بنروح بالدم نفديك يا يمن، هتاف البطولة والولاء للجمهورية. هذا الفيديو تناقله ونشره العديد من اليمنيين على السوشيال ميديا. نتابع هذا الفيديو. كلمة لرئيس هيئة الأركان العامة أمام ألوية درع الوطن التي أوكلت إليها مهمة حماية منفذ الوديعة. دعونا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الالتزام وبهذا الانضباط اي خلل في التواجد والانضباط والالتزام يعود سلبا على هذه الوحده وعلى كل وحدات الجيش والقوات المسلحه بشكل عام. كونوا عند حسن الوطن وادوا واجباتكم بامانه واخلاص، كونوا مثال وقدوة، وكونوا على مستوى المسؤولية. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم، وأن تكونوا ممثلين للجمهورية اليمنية أفضل تمثيل، فأنتم في البوابة الرئيسية لليمن بشكل عام من أقصاه إلى أدناه. طبعا تداول اليمنيون هذا الفيديو بمعاني الفخر لكل وحدة يمنية، لكل وحدات الجيش الوطني، الجيش والقوات المسلحة في كافة ربوع الوطن التي تنتمي إلى اليمن الكبير، والتي ولاؤها وانتماؤها لليمن ومصالحه ومعركتها مصوبة وسهامها وبنادقها مصوبة نحو صدر الإمامة الخاطئ الكاذب. ابتداء من سمير الصلاح، حيث كتب تغريدة قائلا، نشر الفيديو، قال: قوات درع الوطن التي نجح الرئيس العليمي في تسليمها منفذ الوديعة تهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن أثناء استقبال رئيس الأركان. الزميل بشير الحارث أيضا يقول: بالروح منفذ الوديعة، بالروح بالدم نفديك يا يمن، قوات درع الوطن أثناء زيارة رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز لمنفذ الوديعة الحدودية. مبارك البيحاني أيضا كتب تغريدة قائلا: حضر الانضباط في منفذ الوديعة، وحضر بالروح بالدم نفديك يا يمن، سيروا على بركة الله وارفعوا راية اليمن خفاقة، فأنتم بوابة اليمن. مطلوخ مارب أيضا كتب تغريدة قائلا: شاهد القوات المسؤولة عن حماية منفذ الوديعة في حضرموت، قوات درع الوطن تتسلم مهام تأمين منفذ الوديعة بحضرموت، الرابط بين اليمن والسعودية، وتهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن.